لمزيد من التفاصيل حول دور الجمعية يلتحق بنا عبر الهاتف السيد عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله على هذه المبادرة الطيبة التي تحيي وتنعش العقول والقلوب والنفوس بالحديث عن أم الجمعيات وخير جمعية الأخرى. فنحن نسعد بهذا ونحن على استعداد لأن نجيب عن أي سؤال يخصكم في هذا الموضوع. الدور الإصلاحي للجمعية لم يكن فقط ضمن حدود الجزائر، بل نقلته إلى عقر دار فرنسا من خلال نوادي التهذيب والجمعيات الثقافية. ما هي الرؤية الإصلاحية التي أرادتها الجمعية من خلال هذه الخطوة سيدي؟ نعم، يعني كما تفضل صاحب التحقيق الذي قدمه الآن حول جمعية العلماء، إن الوجود جمعية العلماء والأسس التي وضعتها كانت هي بداية النهاية للاستعمار الأجنبي، ذلك لأنه إثبات وجود الإنسان الجزائري بهويته أولا وبعقيدته ثانيا وبوطنيته ثالثا. وهذا في هذا السياق جاء منهج الإصلاح، إصلاح النفس، إصلاح اللسان، إصلاح القلب، إصلاح العقل، إصلاح الأخلاق، إصلاح كل شيء ضمن الوحدة الوطنية المنشودة. لم تكتفي الجمعية بهذا فقط كعامل من عوامل الإعداد للخلاص، وإنما عززت هذا الموقف اللجوء أيضا إلى مد يدها مع المصلحين العالميين، وذلك لتجديد النهج، تجديد المنهج ومواكبة التقدم الإسلامي والإنساني والعالمي. هذه بإيجاز شديد، ولكن ينبغي أن نؤكد على نقطة هامة، وهي أن الجمعية العلماء تفطنت إلى أن المطالبة بأولا فصل الدين الإسلامي عن الدولة الاستعمارية، هذه خطوة عظيمة نحو الخلاص وفصل الجزائريين كلهم على هذه الدولة. ثانيا أن معناها الدين الإسلامي عندما يعود بأوقافه، لأن أول قانون سنته فرنسا عندما دخلت هي ألحقت الوقف الإسلامي بالدومين بالأملاك العامة، وهذا أول اعتداء على شخصية المسلمين وعلى هوية الجزائريين. نعم سيدي، بين مرحلتي الاستعمار وما بعد الاستقلال، هل اختلفت الآليات والبرامج التي اعتمدتها الجمعية في عملية الوعظ والإرشاد؟ نعم، أولا ينبغي أن نعلم بأن الجمعية كما تفضلتم أنتم في تقريركم الذي قدمتموه كانت يعني محل مقاومة ومعارضة من العملاء ومن أذناب الاستعمار. بعد الاستقلال لم تتوقف هذه المناورات وهذه المكائد، حيلة بين جمعية العلماء وبين العودة، ورئيس بن بلة رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله هو قال كل شيء يمكن، قال في تلمسان لجماعة تلمسان دار الحديث الذين استقبلوه عندما عاد إلى تلمسان، قال لهم كل شيء، قالوا له هل يمكن أن تعيد إلينا جمعية العلماء؟ قال لهم كل شيء ممكن إلا جمعية العلماء لن تعود. ومع ذلك احنا بقي العمل الإصلاحي في المساجد، في التعليم، في الشؤون الدينية، في المجتمع باقي متواصل، وأقطاب الإصلاح مش يشهد لهم الشيخ سحنون، الشيخ عبد اللطيف سلطاني، الشيخ أحمد حمالي، الشيخ شيبان، يعني مجموعة كل من العلماء كانوا للعمل تحت دون أي غطاء، دون أن يكون أي غطاء من أغطية القانون. نعم سيدي، نعم سيدي. سيد قسوم، بعد 100 سنة من الاستعمار الفرنسي بزغت جمعية العلماء، وها هي الجمعية على أعتاب إطفاء شمعتها 100. هل حققت الجمعية الهدف من تأسيسها؟ أنا أقول بأنها حققت أهداف مش هدف واحد. أولى أهدافها أنها مكنت المجتمع الجزائري من العودة إلى ذاته وإلى لسانه وإلى عقيدته. ثانيا صححت المفاهيم الإسلامية المغلوطة
لأن كان البعض يعتقدون بأن هذا الاستعمار هو يعني قضاء وقدر لا نستطيع أن نقاومه باسم الدين. فصححت هي هذه المفاهيم وأعادت مفهوم الدين الصحيح إلى العقل وإلى القلب الإسلامي. ثالثا هي تعمل الآن على توحيد الأمة ضمن العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذه كلها أهداف ليس من السهل تحقيقها إذا علمنا أن الجمعية لا تملك الآن الوسائل المطلوبة ولا الإمكانات المالية المطلوبة ولا المقر اللائق بها. هذه كلها عقبات، ومع ذلك استهانت الجمعية بهذه العقبات وهي تعمل الآن جاهدة والحمد لله كل الولايات ومدارس مختلفة ونوادي مختلفة وشعب مختلفة. شكرا.